سجل فريق الإيفواري بأداء ناري، كرة بكل الخطورة، رأسية جزائرية مثالية في هذه الأوقات الكروية. تحت المدر الترجي يبهر في القائم الثاني، هو عنتر، عنتر شاير سيفو، هذه المرة براسو يحتاج ويدق الحصول الإيفوارية ويعطي للترجي أجمل أسبقية. الترجي في وضعية أكثر من مثالية، وعنتر يحيى يحقق الأماني في هذا الشوط الثاني.